بلد يعيش فيها أدباؤها ومبدعوها غرباء، عاتب الشاعر الكبير أحمد غالب الجابري الذي لطالما حول الكلمات إلى عصافير تسافر بين الأسماع أسرابا إهمال الجهات المعنية له. في قصيدته يا طير إشبك تشتكي قل لي أنا مثل الغريب، والتي غناها الفنان الكبير أيوب طارش عبسي. الشاعر الجابري شاعر غنائي متمكن يبني بالحروف أبياتا يسكنها مشردو الحب والتائهون في عالم الحنين، وقد لقب بعاشق الليل نسبة للأغنية الشهيرة التي غناها أيضا أيوب طارش عبسي. يا عاشق الليل ماذا أنت تنتظر، نامت عيون العذارى واختفى القمر. ليس أيوب طارش وحده من غنى له، فلطالما اقترنت كلماته بأصوات أبرز الفنانين اليمنيين كأحمد فتحي وعبد الرب إدريس وعبد الباسط عبسي وأحمد قاسم ومحمد مرشد ناجي ومحمد سعد عبد الله، تماما كما تقترن الورود بالربيع والليل بالنجوم والأنغام بالربابة. لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟ لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟ تساءل الشاعر الجابري ليجيب في نفس القصيدة لأجل اليمن. مشعل هذه الكلمات قناديلا في ربوع الوطن احتفالا بوحدة شطريه الشمالي والجنوبي آنذاك، يعيش اليوم بعد عقدين ونصف من كتابة هذه الأغنية بمديرية الراهدة منسيا في غرفة أطفأت الحرب قناديلها. عالم زيري ولا بسم الله الرحمن، عالم زيري عالم زيري ولا موذي ولا شيطان. عالم الجابري يعد أحد أبرز من رفضوا المكتبة الغنائية اليمنية بعشرات القصائد، ابتداء من أغنية عالم سيري مرورا بأغنية أشتي أسافر بلاد ما تعرف إلا الحب والتي غناها الفنان عبد الباسط عبسي، وانتهاءا بقصيدة إيش معك تتعب مع الأحباب يا قلبي وتتعبنا معك. كتب الشاعر الجابري أول قصائده في العام 1956 مناهضة لحكم الإمامة آنذاك تحت عنوان هربوا جاء الليل، والتي لحنها وغناها الفنان أحمد قاسم. وبشهادة الثائر الأستاذ النعمان فإن القصيدة هذه قد أزعجت الإمام أحمد أكثر من تلك المنشورات التي كان الأحرار الوطنيون يصدرونها ضده. ولد الشاعر أحمد غالب الجابري في 12 من يوليو من عام 1936 بمديرية التواهي بمحافظة عدن، وفي المدرسة الأهلية أكمل الابتدائية ثم التحق بمدرسة الروزميت بمديرية كريتر وفيها أكمل المرحلة الإعدادية ليكتب أول قصيدة له في العقد الثاني من عمره، ليثري المكتبة الأدبية والفنية بعدها بالعشرات من القصائد الغنائية الشجية. ويعيش بعدها هذا الباحث عن بلاد لا تعرف إلا الحب في بلد لم تعد تعرف سوى الحرب. أسافر بلاد ما تعرف إلا الحب.